القديسة ماري ألفونسين غطاس، كلمة العذراء وحافظة سرها بصمت وخفاء، يحتفل بعيدها في 19 من تشرين الثاني من كل عام، وبأجواء يملأها الفرح والبهجة بقديسة الوردية. ترأس غبطة البطريرك فؤاد طوال القداس الاحتفالي بعيد القديسة ماري ألفونسين في كنيسة بيت الزيارة لراهبات الوردية في عمان، بمشاركة المطران سليم الصايغ وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة وراهبات المؤسسات الرهبانية الأخرى والأخويات من الرعايا المختلفة وجموع المؤمنين. وفي عظة القداس هنأ غبطة البطريرك راهبات الوردية بعيد مؤسستهن، داعيا أن يكون هناك المزيد من الدعوات للحياة الرهبانية، ومشيرا إلى أن الأم ألفونسين كانت إنجيلا حيا ومثالا للبساطة والوداعة. هناك راهبات قديسات، راهبات مثاليات في عيشهن وعطائهن وصمتهن في صوامع الأديرة. لا شك في ذلك، هنالك علمانيون أيضا، آباء، أمهات، شباب، صبايا، هم بالفعل قديسون وقديسات بمحبتهم، أمانتهم، وروح الانتماء إلى كنيستهم وإيمانهم. نهني أنفسنا بعيد القديسة ماري ألفونسين، نطلب اليوم شفاعتها، لا ننسى أن نطلب شفاعتها، هي قادرة أن تستجيب شفاعتها لإرسال دعوات رهبانية وكهنوتية مقدسة. وألقت الأخت مادلين دبابني المستشارة الإقليمية لرهبنة الوردية في الأردن كلمة شكرت فيها جموع الحاضرين الذين جاءوا للمشاركة بعيد القديسة ألفونسين، ومشيدة بالقديسة التي سطرت بحياتها وصمتها، ومشيدة بالقديسة التي سطرت بحياتها وصمتها قصة عشق للأم البتول العذراء مريم. إنه العيد الثاني الذي نحتفل به بقديستنا العظيمة التي جعلت من حياتها ورسالتها وعيشها الفضائل الإلهية والأدبية بشكل بطولي قدوة لنا ونهجا مثاليا في اتباع المسيح والانضواء تحت رايته. نعلم ونربي ونعمل ونقود ناثرين عطر المحبة والخدمة والأمانة من حولنا. لقد سطرت كلمة العذراء بصمتها وصبرها وتحملها قصة عشق للأم البتول، تحولت إلى حياة لونتها بالمحبة والخدمة والتفاني والعطاء السخي. وفي ختام القداس تبادلت الأخوات الراهبات مع جموع الحاضرين التهاني بعيد قديستهم ومؤسستهم الأم ماري ألفونسين.